نحن في البرنامج رسمنا ليس تقوم فقط للنظافة، هناك أيضا سيتواكب أيضا فيها تشجير، فيها تحسين، فيها تجميل، سيتم أيضا ترتيب معدات بدل الفاقد، يعني المكان الذي لم يوجد فيه خط سير للنظافة يتم أيضا ترتيب له أيضا معدات جديدة، المعدات الجديدة هذه يتم أيضا من خلالها استدامة، وهذا هو الفرق. شوارع مدينة عدن مكتظة بالقمامة، مكتظة بالأتربة، مكتظة يعني هناك كمان تشجير مش موجود، النظافة معدومة بشكل كبير يعني في شوارع مدينة عدن. نحن في هذه المرحلة بأمس الحاجة لوجود هذه الحملة لتنظيف وتجميل مدينة عدن. عدن أجمل وإن شاء الله عدن دائما تكون جميلة كما هي أيضا جميلة بعيوننا أبناء هذه المدينة وكل من يحب مدينة عدن.